اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. الياس والاحباط ملازمني، كل محاولات اصلاحي لنفسي بقت بالفشل. الاسبوع اللي فات سمعنا اخ قال كده، في خطيه كل ما اتوب عنها ارجع اقع فيها تاني وسببت لي مرض في عيني. صلينا واحنا مصدقين ان الصلاه تصنع المستحيل، بس ازاي يكون لينا الرب يسوع الطبيب الشافي لامراض ارواحنا ونفوسنا واجسادنا؟ ده موضوع تأملنا النهاردة مع دكتورة إيمان إدوار. برحب بحضرتك دكتورة إيمان. أهلا بك حبيبتي. عايزين نساعد النهاردة أخونا اللي اتصل وقال إنه في خطية كل ما يتوب عنها يرجع يقع فيها، ويعني اتصاله بيبين صدق مشاعره إنه عاوز ينتصر على الخطية، وأكيد الخطية لما الواحد بيقع فيها كتير بيحس إنه مخزي ومتعير من إبليس، وممكن كمان يعني بعض أحبائنا بيكون عندهم نفس الظروف المشابهة لأخونا، فعايزين نساعد إخواتنا وهنبدأ معهم من فين؟ يعني عايزة طبعا أنا مع أخونا الغالي وبنصلي معاه، ومش هو بس يعني أكتر من حد بيبقى عنده نفس المشكلة دي. الكتاب المقدس شرح الحالة بتاعت أخونا في سفر الأمثال، بيقول كده الرجاء المماطل يمرض القلب. يعني ايه؟ يعني رجاء مماطل، يعني انا عماله اقول نفسي ابطل خطيه، نفسي انتصر على الخطيه، نفسي اكتسب فضيله. نيجي مثلا في النهضات في الكنيسه زي نهضه العذراء ونهضه الصوم الكبير، نهضه اليوم عيد العنصره، نسمع وعظات جميله، وكل واحد فينا يروح يقول له رب انا خلاص هبطل خطيه، ويرجع وقت التحديات ووقت الصراعات ووقت المشاكل الانسان يضعف ويقع. مره في مره في مره تنطبق على الشخص ده الآية اللي بتقول الرجاء المماطل يمرض القلب، يشعر بقى انه ايه؟ ان هو عمال عنده رجاء بس ايه؟ ما بيجيش. وزي ما يكون بيخلق حالة من التعيير جوه قلبه ان انا فاشل، ان انا وحش، ان انا مش هقدر ابطل خطية. فبيبقى ابليس بقى بيعرض عليه محاولات اخرى، طب ايه رايك مثلا ما تحاول تنفذ الوصيه بتقول من لطمك على خدك الايمن حولها الاخر ايضا، يبقى مثلا حد بيغلط فيه وهو يبقى متغاظ من جوه ونفسه ينتقم، بس يقول لك لا ما يصحش. فحتى لما بيجي ينفذ الوصيه بينفذها طبعا بطريقه مش حلوه، لانه في الاخر هو اللي بيبقى تعبان. مثلا احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم. احب اعدائي، ده انا مش قادره احب اللي في البيت، او مش قادره احب مثلا زمايلي في الشغل، او مش قادره احب مثلا قرايبي. تقول لي انت احب لا لازم تحب اعدائك. فايه يعني شاعر انه امنيات موجوده لكن بدون تحقيق، فبيبتدي يترمي جوه القلب. طبعا ابليس له دور كبير في كده، انه خلاص انت ما فيش فايده منك، انت فاشل، ويحط حاجز نفسي مر. يجي مثلا حد يقول له يلا بقى ناخد خطوه. ايه يا عم ده بقالي سنين بحاول في الخطيه دي ان انا ابطلها ومش قادر. فالرجاء المماطل يمرض القلب. لكن الرائع جدا ان الرب يسوع مش بيقف ساكت دايما، وزي ما كل مره بنقول انه الرب يسوع هو المبادر في خلاص نفسي، مبادر في تتميم خطه خلاصي، مبادر في انه يمسك بايدي ويقول لي تعالى نمشي خطوة خطوة ونبتدي حياة النصرة. لو هياخدنا النهاردة فين؟ أمين. هياخدنا النهاردة في مثل جميل قوي الرب يسوع قاله في لقا 10، بيتكلم عن السامري الصالح. فبيقول إيه؟ أرمع حضرتك كده، بيقول فأجاب يسوع وقال إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا. إنسان، ليه ما قالش الإنسان؟ ليه ما قالش ذكر اسم انسان؟ عشان يسيبها مفتوحه لكل واحد فينا، انه ممكن جدا انا اشيل كلمه انسان واحط اسمي، اسمك، اسم اي حد من اللي بيسمعنا. انه انسان كان بيتمنى انه يبقى في اورشليم. اورشليم ده مكان النصره، مكان البركه، مكان الخير، مكان السلام. نزل بقى واتدحضر وراح ناحيه اريحه. اريحه دي زي ما بنقرا كده في العهد القديم مكان الخطيه، او مكان التعب، او مكان الكسره، مكان الخزي، مكان التعيير. فبيقول الكتاب فوقع بين اللصوص. اللصوص اللي عملوا ايه؟ عروا، جرحوا، ومضوا وتركوه بين حي ومات. وكتير قوي عندنا يعني ناس مننا عندها نفس الاحساس ده، حي وميت. عامل ايه يا فلان؟ ستيل الايف. يعني ايه ستيل الايف؟ يعني ما زلت عايش. مفيش امل لبكره. لا عايش ولا ميت.
ما بين ما هو بيقولوا كده وتركوه ما بين حي وميت. ممكن ابقى من بره حي، بروح الشغل، بروح الكنيسه، عندي زيارات مع اصحابي مع اهلي، لكن انا من جوه اول ما ارجع البيت واخش اوضتي اواجه الحقيقه المتعبه، الحقيقه المره، ان انا انسان فاشل. الناس بره ممكن تكون شايفاني بصوره، بس انا لما بخش جوايا بيبقى حاجه مختلفه، حاجه محزنه. لكن رب يسوع عارف اللي جوه، ومش بيرضى ابدا ان انا اعيش بره حاجه وجوه حاجه. لكن زي ما بيقول كده الكتاب انه انسان، يعني انا وحضرتك واي حد تاني سمعنا. طيب ايه اللصوص دول؟ اللصوص دول كذا. اولا ابليس ممكن يجرني للخطيه. ابليس في حاجه خبيث يجرني الخطيه ويوقعني في الخطيه وبعد كده يعيرني بالخطيه. مش بس ابليس، العالم. يقول الكتاب المقدس يقول كده، كل ما في العالم شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشه. واحنا دايما في ختام رسائل الكاثوليكون في الكنيسه بنقول لا تحب العالم، فكمان ده بيزود عليا بقى انه يعني الكنيسه تقول لي لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، وانا واقع في خطايا الشهوه وخطايا الادانه وخطايا العين بقى ونفسي وعايز اعيش وعايز اعمل، خطايا افكار ادانه. مش بس كده، في كمان كلام الناس. احنا يمكن مش بناخد بالنا من الموضوع ده، بس ساعات التريقه، ساعات الكلام الجارح، ساعات كلام التفشيل. يا عم انت هتروح الكنيسه، يا عم اقعد في البيت بس، ده انت يعني ده انت لسه امبارح عامل مشاكل كبيره، ده انت لسه لسانك ده بيشتم بيحلف بيدين. يعني كمان الناس بيبقى ليها دور في التجريح والتعال، زي ما بيقول كده عروه وجرحوه ومضوا، ويقول كده وتركوه بين حي ومضوا. يعني ايه؟ الناس هتتكلم وهتجرح فيا وهتمشي كانها ما عملتش حاجه. ابليس نفس الكلام، العالم نفس الكلام. يعني هو حصار من كل جانب، ويعني ابليس هدفه او اللصوص زي ما حضرتك ذكرتي هدفهم يسرقوا كل حاجه حلوه موجوده في حياتي. يعني ابليس من ناحيه، العالم وشهواته ومغرياته من ناحيه، كلام الناس، وممكن كمان كلامي انا عن نفسي. ما هو ده بقى اللي انا بوصل في الاخر، ده ما بقول لك لما بتسالي حد عامل ايه يقول لك ستيل لايف. نشكر الله على الذي لا يشكر على مكروه سواه. يعني كلمات كده احنا بنقولها، بس دي بتنم على حاجه جوه القلب، ان انا زي ما قال الكتاب الرجاء المماطل يمرض القلب. طيب هل رب يسوع هيسكت؟ نكمل المثل الجميل اللي قاله. فبيقول كده، فعرض ان كاهنا نزل في تلك الطريق فراه وجاز مقابله، وكذلك لاوي ايضا اصار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. مين الكاهن ومين اللاوي في حياتنا؟ كنوع من التامل يعني. الكاهن بيرمز للوصيه، واللاوي بيرمز للاعمال الصالحه. الكاهن يعني ايه في حياتي؟ انا بقى يعني شايف نفسي رجاء مماطل، وشايف بقى انه ما فيش فايده، طب اعمل ايه؟ اضعف الايمان، انفذ الوصيه زي ما قلت لحضرتك في الاول. الوصيه بتقول ايه؟ ملطمك على خدك الايمن، طب انا هعمل كده. بس انت بتعمل كده وانت من جواك مش مقتنع، حاسس بالظلم، حاسس ان انت عايز تنتقم، حاسس انه لا انا لو اتيحت ليا الفرصه وانه الوصيه دي مش موجوده، لا انا يعني هاخد حقي هنتقم كامل يعني. او مثلا احب اعدائكم، لا انا مش عايز احب. يعني الانسان لو واجه نفسه بصراحه من جوه هيلاقي ان هو حتى الوصيه اللي بيحاول ينفذها ما بتغيرش حاجه. الكاهن عدى، الوصيه عدت، وما عملتش حاجه في الراجل، زي ما هو عريان، زي ما هو متجرح، زي ما هو حي ما بين حي وميت. طيب ايه بقى اللاوي؟ الاعمال. طيب كلموني في الكنيسه اروح اخدم في بيت المسنين، حلو يلا، يمكن ده ترفع معنوياته شويه. هيروح ويخدم ويعمل وهيرجع لبيته بنفس المشاعر ونفس الاحاسيس، انه القلب المريض. يعني هو فعلا الواحد لما بيكون في الحاله ديت وبيبقى في الصراع دوت، انه يعني له حي وله ميت، بيبقى عاوز يعمل اي حاجه عشان يخرج من الاحباط دوت. ما هو ده اخطر حاجه بقى، اخطر حاجه انه ابليس بياخدنا في بريد التيه. اعمل سوي اعمل. انا مش لا بقلل من الوصيه استحاله، ولا بقلل من الاعمال الصالحه، لكن بقول في حاجه نمره واحد وفي حاجه نمره اتنين. هنا بقى الكتاب المقدس بيتكلم بقى، بيقول ايه؟ انه لما الكاهن عدى وما عملش حاجه، واللاوي عدى وما عملش حاجه، لكن بولس الرسول قال ايه جميله قوي تنطبق على تكمله المثل الرائع ده.
في سفر أعمال الرسل بيقول كده: لكي يطلب الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع إنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. هو ده، دي ثقتي بقى. يعني إن كانت الوصية ما نفعتش إن هي تغطيني وتسترني وتنقلني من الموت للحياة، ولا الأعمال الصالحة. وكثير قوي مننا فعلا بيجرب كده، يقولك آه طب ده أنا بروح أخدم، طب أنا بروح، طب قالوا لي أخدم مدارس الأحد رحت خدمت، طب روح أخدم في الملاجئ رحت خدمت، بس في حاجة جوه مش شبعانة، في حاجة جوه ما زالت زي ما الكتاب المقدس بيقول الرجاء المماطل يمرض القلب، في حاجة مريضة جوه، في حاجة مش مشفية. الكتاب بقى بيكمل بيقول ايه، عرض كذلك لاوي خلاص. ولكن كلمة دايما نقول ولكن دي، يعني الكلام اللي جاي مهم او انا انتبه له. فبيقول كده: ولكن سامريا مسافرا جاء اليه ولما رآه تحنن. يعني خدي بالك ان الوصية ما كانش وراها تحننات، الأعمال الصالحة كان شرها تحننات، لكن لما جه السامري الصالح لما الكتاب بيقول رآه تحنن، يعني عايز أقول إنه يعني كل واحد فينا يتوقع لما يخش مخدع صلاته أو يخش المكان اللي بيصلي فيه، أو لو داخل يصلي داخل الكنيسة يحضر قداس يحضر وعظة يفتح الكتاب المقدس، توقع إنه الله لما يشوفك يتحنن عليك. ما تتوقعش انه انك اول ما تخش ربنا هيقول لي انت توبوا لانها قد اقترب ملكوت السماوات، انت غلطان وانت كسر وصيه وانت ما سمعتش الكلام وانت بتاع. التوقع ده بياخد ايماني، بيسرق ايماني. لكن لما اقول يا رب انت قلت كده لما رآه تحنن، تحنناتك يا رب انا محتاج تحننات. عارفه لما الواحد مثلا يبقى تعبان قوي يروح للدكتور، في دكاتره بتبقى حنينه طبطب على العيان، ياخده على الهادي، يسمع له قبل ما في دكاتره بقى ايه انت عندك ايه خلص يلا والروشته وانتهينا. لكن في دكاتره، وعشان كده احنا بنقول للرب يسوع الطبيب الشافي، انه لما بروح له بيسمع لي. اهم حاجه يسمع. بص يا رب انا مش عايز اي حاجه، بس عايز حد يسمع لي، عايز حد افضفض معاه، عايز حد اتكلم معاه. فبيقول كده: لما راه تحنن فتقدم. مش تحنن ساعات، ايه يعني ربنا مش بيتحنن، مش بيكتفي ان يدي تحننات، ولو ان ده شيء مهم، لكن بيكمل المبادره بتاعته بشكل ايجابي. فبيقول ايه: فتقدم وضمد جراحته، ضمد يعني غطاها، صب عليها زيتا وخمرا واركبه على دبته. زيت وخمر بمعنى ايه؟ ضمت دي يعني ستر، يعني كتير بحس انه ايه، يعني مثلا حصل مشكله فتشديت فرحت مثلا غلطت في الكلام قصاد الناس، فشاعر بكم بقى خزي جوايا وتعيير، انه ازاي الناس يشوفوني وانا بغلط الغلط ده، وبعدين بعديها بقى ببقى عايز اي فرصه انه يعني طب اتاسف، طيب لا انا مش هروح تاني المشوار ده، مش هتقابل تاني مع الناس دول. لكن هنا بيقول لك ضمد، ستر، غطى، دم المسيح يستر، بره يغطيني. انا ليا الامكانيات دي في المسيح. احنا لينا حاجات كتير ابليس بيشوش، زي ما بقول لك في بريه التيه، اعمل اشتغل نفذ الوصيه. اوكي كل ده جميل وكل ده حلو وكل ده مطلوب، بس مش مطلوب دلوقتي. انا مطلوب نمره واحد، انا اخف، انا تضمد جراحاتي، انا اتنقل من الموت للحياه. يعني اول حاجه بيعملها السامري الصالح الرب يسوع معايا في حياتي انه بيتحنن عليا، مش بيقابلني بتانيب بتجريح ازاي تعمل كده، لكن بيحتويني لانه حاسس بيا، شاعر بيا. يعني لما تقري كتير قوي تحنن اشفق ان، يعني دي كلها مشاعر بتقول انه انا يا ابني حاسس بيك، انا يا بنتي حاسس بيكي، انا مش جاي عشان اانب ولا اقلب في القديم، ولا جاي عشان ابكيتك، انا جاي عشان اخدك في حضني، انا عارف انت قد ايه، او انا عارف انت قد ايه تعبان. في حزقيال 16 بيقول: فمررت بك ورايتك، واذا زمنك زمن. لما نقرا في الحته اللي قبلها مدوسه بدمك ومحدش كان بيعدي عليكي، زي بالظبط الانسان اللي كان نازل من اورشليم لاريحه. فبيقول ايه: واذا زمنك زمن الحب بسطت ذيلي عليكي وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد رب فسرت لي. وبيكمل بقى: فصلحت لمملكه كمان.
يعني بعد ما كنتي مدوسه بدمك وبعد ما كنتي متروكه، عارفه اي حاجه كده جنب الحيطه كده يعني مهمله، حاجه كده ما لا الناس حاسه بيا ومتجرح ومهما يكون فيا اهي المركب ماشيه، لكن الوحيد اللي شاعر بيا وحاسس بيا، ودي حاجات كلها تشجعني ان انا اترمي في حضنه من غير حسابات، من غير ما افكر انا هترمي في حضنه ما بعد ان انا هترمي في حضنه، لا انا يا رب جاي وعايزه اترمي في حضنك وعايزه اعمل زي الانسان ده، اترك نفسي كده واقول لك يا رب ضمت جراحاتي وغطيني واسترني. الانسان اللي اتقال في المثل اللي الرب صب عليه زيت وخمر، احنا ازاي النهاردة يعني في الظروف ديت، ادي الحالة وادي التجريح اللي انا متجرحه، ازاي عملي الرب يكون بيدويني؟ احكي لك قصة كده صغيرة عن حد كان متجرح من كلام الناس، يعني كان الشكل العام مش يعني بيخلي مثلا الناس ممكن تتريق او تتكلم يعني عليها او زي ما بيقولوا يشكلوا عليها يعني، فبتقول كانت بتقرا سمير الصالح وانه يا رب طب انا متجرحه يا رب، انا يعني عايزه اقول برضو في النص كده جمله انه يعني ما نسيبش نفسينا للجروح لغايه لما تخش جوه وتعشش وتعمل مكان، ام الاقي صعوبه في انه الجراح دي تشفى بسهوله. هو الله لا يعسر عليه امر وكل شيء مستطاع ويقدر يشفي، بس انا بكلم انه نلحق الموضوع من اوله، اول ما تحس ان في تعيير عليك او في تريقه او في كلام يجرحك اجري خش، ما تنامش غير لما تقول يا رب ده الناس النهارده جرحتني او قالت لي كلام مش ظريف ضايقني من جوه. الناس بتضحك وبتهزر بس انا من جوه كلام اثر فيا جامد يعني، بس لان احنا انا محرجه فمش عايزه حد يفتكر ان انا يعني اتاثرت فبضحك، لكن انا من جوايا ببكي. المهم فبتقول يعني دخلت تصلي قصاد ربنا وقالت له رب يعني الناس بتقول طب انا ماليش ذنب في شكلي انا اعمل ايه؟ فبتقول قريت في نشيد الانشاد الايه بتقولها انت جميله يا حبيبتي، ها انت جميله يا حمامتي يا كاملتي لا عيب فيك، بتقول انا حاسه زي ما يكون الكلام جاي على الجرح بالظبط، ضمد الله الجرح بتاعها انه لا عيب فيكي، انت جميله في عيني، انت كامله في عيني، انت حمامتي، يعني زي ما بتقول انا حسيت زي ما يكون ربنا بيدلعني ويعمل زي ما عمل مع الانسان كده انه يضمد. والزيت معروف انه الزيت يطري، الزيت يلين، الزيت يبرد، فبتقول حسيت فعلا انه ربنا عمل كده، جاب زيت وضمد الجرح بتاع كلام الناس وكلام الجرح. محتاجين الزيت ده ومحتاجين الخمر، نوع من انواع كانوا زمان بيستعملوه عشان يسكنوا الالم. يعني ايه الخمر؟ الروح القدس كده جوايا يشهد انه انا بنتك يا رب، يشهد انه انا غالي عليك، يجيب كلمات زي اللي احنا قريناها بتاعت بولس الرسول انه ما تفتكرش ان انا بعيد عنك، لا ده انا قريب قوي قوي منك وانا مش هسيبك وانا مدد ايدي ليك، ده انا منتظر ان انت تتجاوب معي. لكن انت اول ما صرخت ليه زي ما كان في مزمور 18 بتاع داود بيقول كده، اول ما صرخت ربنا عمل ايه؟ طقطق السماء ونزل وسمع لصراخي، وصراخه يقول كده دخل الى اذني الله. فمحتاجين اليقين ده يكون جوانا وانا داخل مخدع صلاتي انه راه فتحنن، ومش بس تحنن وسكت، لا وكمل بقى ستر وتغطية وعلاج وشفاء وصب زيت وخمر. وكمان الخمر بيشير للفرح، الخمر بيشير لازم الزيت الأول يبرد الدنيا وبعدين الخمر بقى، زي ما الكتاب المقدس بيتكلم عن روح القدس إنه من ضمن ثماره محبة وفرح وسلام. إحنا بنقول كده في القداس أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا، يعني ما بيجيش ربنا يأنب ولا يبكت. الفكرة الشائعة اللي موجودة عند معظم الناس انه ربنا لا مش ربنا اللي واقف لي على واحده، ده بالعكس ده ربنا عايز يستر وياخدني في حضنه. بيقول كده حولت لي العقوبه خلاصا كراعي صالح سعيت في طلب الضال، راعي صالح مسامير صالح ماشي عارف انه هيقابل حد تعبان محتاج ما بين حي وميت، سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي انا الذي سقطت
ربطتني بكل الأدوية المؤدية للحياة. ده بقى الخطوة الثانية، إنه بعد ما ضمت وزيت وخمر وكده راح خده على كان ممكن جدا يسيبه خلاص، انا عملت لك الاسعافات الاوليه بقى قوم انت روح شوف حالك. لا، ربنا بيكمل، يعني ابتدى معايا الطريق وهيكمل معايا الطريق. يقول كده انه خده ووداه الفندق، والفندق عندنا في مفهومنا انه هو بيرمز للكنيسه. يقول كده في القداس، ربطتني بكل الادويه المؤديه للحياه، في وصايه نعمه، في وصايه خلاص، في بقى كتاب مقدس، في صلاه الاجبيه، في قداس، في اعتراف، في وعظ، في حاجات كتير بقى تقدر تخليك ايه تقوم على. بس الحاجه اللي انا هعملها لك بشكل مباشر، ان انا اضمت جروحك واني انا اغطيها بزيت وخمر. قديس امبريسيوس قال مقوله جميله قوي، بيقول حينما ينهار الانسان تحت ثقل الخطيه وتصاب نفسه بجراحات عميقه، لا يحتاج الى كلمات توبيخ جرح، لكنه يحتاج من يضمد جراحاته ويستر ضعفاته امام الاخرين، يحتاج الى الزيت لتلطيف هذا الالم، لا الى مواد تلهب الجراح. والخمر اللي هو زي ما حضرتك قلت الفرح، ان كانت النفس قد انكسرت بالخطيه وفقدت سلامها، طبيبنا يرد لينا بهجه خلاصنا زي ما بنقول في المزمور من جديد. يعني قول القديس امبروسيوس بياكد الكلام اللي بنقوله، انه الرب لما بيجي يلاقي نفس مكسوره ومتعيره من ابليس وتعبانه، ما بيأنبهاش ولا بيقول لها انت ليه سبتي اورشليم او سبتي مكانتك وسبتي حضني وسبتي الكنيسه وبعدتي، ما بيعملش كده. لكن اهم حاجه يريح، بيتحنن. وبعدين ده انا عايزه اقول لك كمان، في قول القديس اغسطينوس بيقول النفس التي سقطت بين لصوص تحمل على كتفي يسوع. انا نفسي الحته دي يعني مشاهدينا كده يحفظوها، دي النفس التي سقطت خاصه، التي سقطت بين لصوص تحمل. يعني كان ممكن مثلا الناس يا عم ما انت كنت قاعد في اورشليم، حد قال لك انزل لاريحا، هو انت نازل وقعت بين لصوص. فبيقول كده ربنا مش بيأنب، لكن بالعكس النفس اللي بتسقط بين لصوص تحتاج انها تحمل على كتفي يسوع. اتى بي الى فندق واعتنى بي، ده بقى احنا بنقول ربطني بكل الادويه المؤديه للحياه، قديس أغسطينوس بيتأمل في حتة الدينارين بقى، بيقول إيه، أنا عارف عشان الوقت، بيقول كده إنه الدينارين دول بيرمزوا للحب، لأن هو في الأول قال له إيه الوصية، قال له تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. طيب ما أنا عشان أحب الرب إلهي وأحب قريبي، أنا محتاج أنا الأول أتحب، محتاج إن الجراحات اللي موجودة جوه دي تضمد. فقال إن السمير الصالح ما اكتفيش انه يضمد وبالزيت والخمر، لا، وداه الفندق وساب دينارين لصاحب الفندق، قال له عشان لو احتجت اي حاجه علاج. فقديس أغسطينوس بيتامل انه الدينارين دول بيرمزوا للحب اللي الشخص ده شافه في السامري الصالح، قدر بعديها ينفذ بقى الوصيه اللي هي تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك، وانه تحب قريبك كنفسك، وتبقى ان انا ممارسة الوصية وممارسة الأعمال الصالحة حاجة قريبة مني، مش حاجة بعيدة، مش حاجة بداري بيها العري أو التعيير أو الخزي. يعني احنا عرفنا انه السامري الصالح مجهز لينا زيت وخمر وكل حاجة حلوة، وفندق ودينارين، ويعني عامل مقدم كل حاجة. يتبقى دوري، انا ليا دور، دوري انا اتجاوب. يعني الراجل ده احنا لما قرينا ما حسيناش خالص من خلال المثل انه مثلا كان بيعافر او تعبان، انا تعبان. يعني انا بقول لكل حد تعبان بيسمعنا دلوقتي، اجري على ربنا، اجري على ربنا، ما تجريش على هو الضامن. يعني هتسمع كلام كتير وافكار مغلوطه عن ربنا، مش هو ده ربنا. عايز تعرف ربنا، ربنا موجود في الكتاب المقدس، ربنا ده اللي بيتحنن، ربنا ده اللي بيشفق، ربنا ده اللي بيئن. لما الكتاب بيتكلم عن الشفاء اللي هو كان اصم ولسانه اعقد، يقول كده الكتاب ان ربنا حط ايده على ودانه ورفع وان، يعني زي ما اكون انا حاسس قد ايه انت تعبان، قد ايه انت بلاش تروح للناس، بلاش تدور على سكك تانية، زي ما قال الكتاب ابار مشققه لا تضبط. يعني اول خطوه انا هروح لربنا اتجاوب. بس وانا رايح لربنا بقى في توقع، زي ما بقول لك انا داخل متوقع انه
مش تبكيت خالص، لا، افتكر القول اللي قاله القديس اغسطينوس ان النفس التي سقطت بين لصوص تحمل على كتفي. فانا داخل اقول له كده، انا سقطت بين لصوص، ايا كان اللصوص بقى ابليس، العالم، الناس، بتاع، بس الخلاصه ان انا وقعت بين لصوص وكانت النتيجه في جروح، وانا دلوقتي ما بين حي وميت. حي من بره شكلي باكل وبشرب وبتحرك، لكن انا من جوايا ميت. فمحتاجه يا رب ان انت توهبني الحياه. امين امين. إيه، بشكرك جدا يا إيمان، وعلى وعد بلقاء في حلقة جاية إن شاء الله. إيه، لينا السميري الصالح اللي مازال يعدي على كل متعب، مجروح، مخزي ومتعير، علشان يدمد جراحاته، يستره ويصب زيته وخمره ويشفي روحه وألامه النفسية والجسدية. دوري أصدق وأتجاوب وأسلم حياتي في إيده وأواظب على القعدة معاه كل يوم، لأن كلمات حبه ليا هتساعدني على الشفاء. رجعنا وبنكمل حلقتنا، ويسعدني ارحب بضيوفي. معايا مدام فاتن فاروق، اهلا بيك يا فاتن. اهلا يا ميم. استاذ وجدي رشدي، اهلا بيك يا وجدي. استاذ نشأت مكرم، اهلا بيك يا نشأت. اهلا بيك. لينا السميري الصالح زي ما كانت بتكلمنا النهارده دكتوره ايمان، اللي يعدي على كل حد مجروح، متعير، مخزي، من نفسه ومن اللي حواليه، عشان خاطر يصب زيته وخمره ويكون بيعتني بيه ويطيب خاطره، بعد كده بقى نبتدي رحلة حب. فعلا صالح كان في تصرفه وفعله، والمسألة اللي تقال كان فيه فعلا صالح. وصلاحه يظهر قوي في انه كان ماشي ومسافر على دبته، ترك الدبة وتحمل وعمل بدل ما هو كان راكب على الدبة، خد المتعب والمجروح والنازل ركبه على دبة وتحمل مشقة السفر والتعب. أيوة. ده صلاحه العجيب يعني. وده الحقيقة اللي عمله رب المجد. وعايز أقول لكل واحد مشاهدنا بيشوفنا النهاردة، رب صالح، رب أب، رب يعني لو أنت هناك في القاع، لو أنت مدمن، لو أنت النهاردة زاني، لو أنت ساري، لو أنت لص، لو أنت حسنك بعيد جدا جدا، بس النهاردة يقدر ينزل لك في مكانك ويعمل البدل ده، لأن هو قال لي تعالوا إلي جميع المتعبين وانا اريحكم. فراح عشان يريح، وعنده استعداد مش يقدم راحه، لا، عنده استعداد كان يقدم تعب. وده اللي عمله زي ما قول الكتاب كده، انه كان في صوره الله لم يحسب نفسه خرسا ان يصير مساويا لله، لكنه اخذ صوره عبد سائرا في شبه الناس عشان ينزل للنازلين ويروح للمتعبين. فهو يعني مش بيقدم راحه كده، لكن دفع ثمن راحتنا. أيوة. وشاركنا مع ألمنا. يعني هو لما نيجي نتأمل كده في المثل ده يقول كده انه فأجاب يسوع وقال الإنسان كان نازل من أورشليم إلى ريحة فوقع بين الرصوص والعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. نفس المعنى ده بيتكلم فيه إنجيل متى برضه عن رب المجد يسوع لما قال فعروه. أيوة. فألبسوه رداء قرمزيا. أيوة. نفس المعنى، عاشوا وشافوا واحتملوا وجربوا، فيقدر يعيش، يقدر يجرب، يقدر يعين المجربين اللي تعروا واللي تجرحوا، ويقدر يحس بيهم. عشان كده لما قال لما انا تعبانين، قال الكتاب عنه جرح، عشان كده مجروح لاجل معاصينا. لما انا حيرانين في الخطيه ومش عارفين ليه حل، قال مسحوق لاجل اثامنا. فالحقيقه عمل كل شيء بيبين صلاحه، بيبين محبته، بيبين رحبته. ولما لقانا بنتاخر واحنا وهو بيقول لنا تعالوا، ولقانا بنماطل، فبنصرخ لما يجي التعب ولما يجي الالم بنصرخ، بيعتبر الصرخه دي كانها بنقول له تعالى، فبيجي ويتحنن. حتى لما بنطول نصرخ من الالم والتعب والجروح برضه بيجي ويتحنن عليه. مبارك اسم الرب صالح. مبارك. فعايزين نروح له، عايزين يعني لكل واحد النهارده ما اوعى تستبعد نفسك في القاع، في الخطيه، في الادمان، في الزنا، في ايا كنت حالتك، هيجي لك عشان انا اللي ارتاح. هيجي لك. مش عشان هو، انا اللي يعني مترفق بيا وعايز اني اكون برتاح من اللي انا فيه. هيجي لك ومعاه خير كتير، زي ما قالت الدكتوره ايمان، خمر. أمين. وزيت ودينارين وفندق عنده كتير. أمين. بس عايزه كمان اكد انه يعني كفايه، لو كنا بعاد النهارده كفايه،
ولو كنا مش سامعين النهارده نسمع اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ارجع عايزين نرجع كلنا ونبعد عن طرق العالم زي ما تكلمنا، ونبعد عن لص ابليس اللي هو السارق واللص. فنقول النهارده مش عايز، انا مش عايز احط ايدي في ايده لص سارق بيعري ويجرح ويتعب ويحبط ويرميني ويبهدلني. انا ما احطش ايدي في ايده، زي النهارده احنا بنقول في الدعايه خلي يعني يقول لك كده المسافه امان، مش كده؟ عارف احنا في زمن كورونا المسافه امان. ايوه المسافه امان، خلي ما تحطش ايدك في ايده، ما تقربش منه، ما تتفقش معاه، خلي في مسافه بينك وبينه، ولا تقرب ولا تسمع كلامه ولا تتفق معاه، لكن خلي مسافه بينك وبينه بعيده خالص. امين امين. من كلام دكتورة إمام بس قبل ما ننقل على الصلوات، لما قالت كده عاوزة أقول لكل حد تعبان اجري على ربنا، أنا عايزة أضم صوتي لصوتها وصوت أخويا نشأت. كل تعبان، أنت قاعد في تعبك ليه؟ قاعد في وجعك ليه؟ قاعد في حرتك ليه؟ قوم اجري على ربنا. أنت مش مقطوع من إلهك، أنت مش متروك، أنت مش منسي، أنت في راعي صالح، في سامري صالح، شو قلبه يدويك. لو انت مش يعني الـ الشخص اللي كان متروك ما بين حي وميت ما قاومش عمل الله، فما تقاومش، تعالى بكل قلبك، زي برضو ما هي قالت اتجاوب. احنا نفسي كل حد بيتفرج يجي ويتجاوب، بس سيب نفسك. بس التجاوب يعني ايه؟ مش مطلوب من حضرتك هنسيب نفسي، انا عايزه اسيب نفسي، انا جايه لك كده زي ما انا. انا على فكره انا حاولت اغير وحاولت، ما انفعش، انا جايه لك زي ما انا. مش انت السامري الصالح، انا محتاجه زيتك وخمرك، انا محتاجه ده. عجبني قوي كلمه يلا لو تعبان، عايزه كل حد يجري على ربنا. امين 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 امين. وتكون لينا كده القعده معاه ونشبع من كلمات الحب اللي بيكلمها لنا، لانه كلمات الحب بتصنع شفاء. أيوة من غير ما نحس كده، كلمات الحب بتصنع شفاء. أيوة فعلا، هو يعني حتى في آية بتقول كده أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكة. أمين أمين. بفكر حضراتكم أن منتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام اللي بتظهر، وكمان على صفحة قناة الحرية على الفيسبوك. متشجعة أبتدي بطلبات، باستجابات لطلبات صلاة كانت جات لنا يعني قبل كده وحصل استجابة، نبتدي بيها. أنا بنت الرب، كنت أرسلت طلبة صلاة من أجل مجدي لأن كان عنده قضية، وأشكر ربنا اليوم اتحكم له في القضية بالبراءة. مبارك اسم الرب اللي بيسمع الصلاة وبيستجيب. بنبارك اسم ربنا اللي كل حد بيدعو بيسمع وبيستجيب، قريب لكل الذين يدعو. فنفسي كده كل حد يعني عنده طلبة يكون بيروح لربنا و يقولها له ببساطة وهيجد الاستجابة. استجابة تانية، أنا اسمي ميري، كنت أرسلت طلبة صلاة عشان ابن أختي مينا عنده 8 شهور. الدكاترة كانوا طالبين أشعة على القلب وكانوا شاكين إن في حاجة وكنا خايفين جدا. أنا النهاردة بشكر ربنا جدا على استجابة الصلاة إن الأشعة كلها سليمة وإن مينا بخير. شكرا للرب، شكرا للرب، شكرا للرب على كل استجابة، على كل عمل صالح بيعمله في حياتنا، علشان نكون بنتقدم ونحط حياتنا في إيده، وتكون كده كل أمور حياتنا بتخرج من عنده، فما نكونش بنقلق من حاجة. الرب صالح، ونكون بندخل على طلبات الصلاة. طلبة صلاة عشان يوسف وفادي لأن ليهم علاقة ببنات مسلمات وعاوزينهم يأسلموا، أو البنات تبقى مسيحيات. تفضلي نصلي علشان وفادي. يوسف وفادي. امين. بسم الله والابن والروح القدس لا واحد امين. بنباركك ونشكرك وننحني امامك من اجل استجاباتك ومن اجل مراحمك ومن اجل تحنناتك، ده عهدنا بيك. بشكرك وده رجعنا فيك يا رب. ببارك اسمك، ده توقعنا منك يا اله قدير، ده موقفك تجاه شعبك وتجاه ولادك. انت السامري الصالح اللي لما لقيت انسان نازل يا رب من اورشليم الى ريحه الى اريحه رحت له، وهو متجرح وهو متعري وهو بعيد وهو في كوره بعيده، تحننت عليه. انا جاي بصلي لك من اجل ولادك يا رب، يوسف وفادي، طالبين تحنناتك، وانت عندك الحنان كتير والحب كتير،
والرحمة كتير، وانت عندك يا رب الطرق الكتيرة والوسائل الكتيرة اللي تكلم بيها ولادك. تكلمهم، اقف في طريقهم، اقف في سكتهم، ولو جاز لي التعبير اعترض يا رب طريقهم ده، ويكون يا رب كده زمن جديد يشوفوك يتفاجئوا بيك، ويظهر بغتة نور ينور عينيهم وينور قلبهم. إذا كانوا اعتادوا على الظلمة، وإذا كانوا شافوا أن الظلمة دي هي الحياة الطبيعية، أنت جيت للنور فضل، جيت نور للذين في الظلمة، جيت أشرقت اللي جالسين في الظلمة وإذلال الموت. وأنت اللي مكتوب عنك يا رب قد جعل للظلمة نهاية. أنا بسألك افتح عينين ولادك وانقذهم من كل فخ. نعم يتم في حياتهم المكتوب، الفخ انكسر ونحن انفلتنا. عاوننا باسم الرب إلهنا الصانع السماوات والأرض. رب أنا جاي لك ولطلب الطلبة دي من أجل ولادك، ولأجل كل اللي بيصلوا معانا النهاردة، وشعبك في كل مكان يرفعوا ولادك يا رب يوسف وفادي. ونقول لك ونصرخ لك عاوننا باسم الرب إلهنا الصانع السماوات والأرض، طالبين معونتك لأجل خلاصهم، طالبين معونتك لأجل تنتشلهم، طالبين معونتك لأجل أنت تظهر ليهم ذاتك ومحبتك وتخلصهم وتنقذهم وتنجيهم لك طرقك العجيبة. ففي اسم يسوع المسيح، ففي اسم يسوع المسيح يا رب افتقد ولادك ومد يدك وخلص وانقذ، لكل الكرامة والمجد يا رب. أمين. أمين. في اسم يسوع، اسم يسوع يصنع خلاص عظيم. أمين. تلبد صلاة لأخت عايشة لوحدها إن الرب يحفظ صحتها الجسدية والنفسية والروحية. تفضل. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. ورب السلام نفسه يعطيكم سلام من كل وجهة. أيوة رب ادي أختي سلام من كل جهة، اديها تتمتع بحضورك في حياتها، اهمس يا رب في قلبها وودانها انها مش وحيدة، انت معاها، انت السند والملجأ. اشكرك لانه انت النصيب الصالح. انا وهي جايين نقول لك احنا عايزين نختارك، عايزين نتمتع بنصيبنا الحلو. انت احلى نصيب يا رب، انت احلى نصيب. اشكرك انك تفرح اختي يا رب بالسلام وبالحضور في كل مجالات حياتها، تشوف ايدك الممدوده ليها. ورب السلام نفسه، نفسه انت بنفسك يا رب تملك كل دايره في حياتها بالخير وبالسلام وبحضورك. انت الخير والسلام يا رب، اعظمك واباركك، اشكرك على محبتك اللي ملهاش حدود. لكل المجد. امين. أمين. بنت الرب طالبة صلاة إنه ربنا يقدس أفكارها ويثبتها في المسيح ويفتح قلب باباها وإخواتها لمعرفة المسيح. أختنا أمل من فريق الصلاة هتشاركنا الصلاة. تفضلي يا أمل. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. يا رب بصلي من أجل بنتك يا رب، هي قدس ليك، البسها خوزة خلاصك، تحتمي بيها من كل أفكار لا ترضيك، لا تحيد يا رب عنك أبدا بأفكارها ولا بقلبها، ولا يترمي عليها أي أفكار يا رب من إبليس وعدو الخير. يا رب جاية أنا وهي كده بنرفض كل أفكار تيجي تتعبنا وتكون أفكار متعبة، وكل حيل إبليس بيعملها علينا علشان أفكارنا تكون مسبية لي. يا رب أنا بقول لك كده، قدس أفكاري، قدس أفكاري، البسني خوزة خلاصك يا رب. بصلي يا رب من أجل والدها وإخواتها، يكتشفوا حلاوة العشرة معاك، يكتشفوا يا رب إن السكن في سترك كده يا رب هو الراحة وهو الأمان، تسكن في بيوتنا وفي قلوبنا للأبد، تتضاءل لينا بمجد وبهاء. أشكرك يا سيدي، أشكرك، أشكرك ليك كل المجد يا رب. أمين. أمين. إحنا معانا طلبت صلاة بنت الرب من القاهرة. ألو. الو. مساء النور. تفضلي حضرتك على الهواء. عايزه ممكن تجيب كلمه بس اسلم لابن ربنا وقف معايا.
وزعمت أمي صعبة كده أمي زينا إزاي حملت كده لواسي يا مساري بخاصة خالص من ثاني ثلاث أربع شهور كده جالي تكسر وزي ما كنت تعبان عليه نفسي كده وخاصة خالص ولا بياكل ولا بيشرب وتعبان مهزوز كده مش قادر حتى ما لقيتش نفسي بالكلام مع حد. هنصلي حبيبتي. حاضر هنصلي وصلي معانا الرب يسمع ويستجيب، لانه اذا اتفق اتنين على الارض في اي شيء يطلبوه فيكون ليهم من قبل اب الذي في السماوات. هنصلي وصلي معانا الرب يسمع ويستجيب ويكون بيخرج ابنك من كل ظروف صعبه بيعدي بيها. امين. اتفضلي نشأت. نبارك اسمك ونشكرك. جاي لك. نعم يا رب، انت الامل وانت الرجاء وانت الحياه، وانت اللي مكتوب عنك ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الارض. جايين نسالك من اجل ابنك يا من قلت اجعل فيكم روحا فتحيون. جاي لك يا رب مع ابنك يا رب، يمكن احباط ويمكن تعب ويمكن ظروف صعبه ويمكن ياس وسدت نفسه عن الاكل وعن الشرب يمكن عن الحياه، لكن انت الحياه وانت اللي قلت لنا كده انا حي وانتم ستحيون. فانا بسالك من اجل قوه حياه تيجي على ابنك، على نفسيته، على افكاره. نعم يا رب على روحه ايضا في اسمك المبارك. نعم اذا كان العدو بيسرق فرحتنا، اذا كان العدو لص وسارق وقتال للناس منذ البدء، سرق فرحه ابنك وسرق أمله وسرق رجاؤه، أنا بجيلك لأن مكتوب عنك كده أنت ترد كل مسلوب. أنت اللي مكتوب عنك كده تسلب من الجبار غنيمة. نعم يا رب حتى سبي المنصور يسلب وغنيمة العاتي تفلت في اسم المسيح يسوع. ابنك يفلت من كل حصار حزن وكآبة وضيق نفس في اسم المسيح يسوع. نعم تسلب من الجبار غنيمة. نعم يا رب يترده في اسم المسيح. رد نفسه ورد حياته لفرحة وبهجة وأمل. اشرق بنور وجهك عليه، المس. تعال نعم يا رب وضع ايدك على ذهنه وافتح عينيه عليك يا رب فيتملي بالرجاء. نعم يا رب تتفتح شهيته على الحياة. ما انت اللي بتدينا شهية للحياة، والحياة من غيرك ليها لازمة. ده انت اللي مكتوب عنك يا رب بك نحيا ونوجد ونتحرك. فمن فضلك يا رب ساعد ابنك واديله النعمة واديله معونة في اسم المسيح يسوع. اتعامل مع ابنك حسب إرادتك الصالحة. أشكرك لا ينسى منك. أشكرك من أجل محبتك، وأشكرك النهاردة حنتكلم عنك أنت السامر الصالح اللي شفت التعبان والمريض والمتجرح والحزين واديت له من غناك خمر وزيت. صب على ابنك خمر وزيت لجروحه النفسية وحيه من تاني وملاه بروحك. نعم يا رب فترى حياته النور. شكرا لك لكل الكرامة والمجد. أمين. 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 إيه ممكن نتبارك بترنيمة وجدي؟ أمين. في الترنيمة ديت عايز الكل يشارك معايا ويقول كذب. كل اللي العالم بيقوله لي بره كلمة الرب كذب. أمين. الرب راعي ليا، الرب بيحبني، الرب بيضمد جراحاتي. تعالوا تعالوا قول لكل حدث، قول لكل صوت، قول له كذبوا. كذبوا من قالوا أني وحي في الأرض دون سني، من هزأوا من إيماني برب المجد. كذبوا من زيفوا الكلمات واستسلموا للذات وشاعوا أن الله بعيد بعيد كما السماوات. كذبوا
فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، والله يحميني إذا ساءت بي الأحوال، فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، الله يحميني إذا ساءت بي الأحوال، وإلهي بقربي يشبعني بالحب، وإلهي بقربي يشبعني بالحب وينير لي دربي ويحقق الأمان كذب. أمين أمين. فعلا كل صوت بيقول إنه إلهي بعيد عني ده كذب، ده كذب وضد كلام الله، لكن الله بيقول كده في كلماته انه ليس عني ببعيد وقريب جدا، والله بيرعى وبيتعامل معايا عن قرب جدا. فياريت نكون كده كل كلام بنسمعه عن الله نكون بنرفضه ونكون بنتعرف على ربنا من كلماته، لان هي دي الحق، تعرفون الحق والحق يحرر. امين في اسم يسوع. بنت الرب طالبة صلاة من أجل زوجها، ظروف شغله سيئة، أن الرب يفتح له باب رزق. هو أيضا مريض قلب وكل أهله بعاد عنه، مفيش حد واقف جنبه، وطالبة صلاة لها من أجل لمسة شفاء، لأن عندها ألام في ودانها وتساقط شديد في الشعر. يعني هي عايزة نصلي لها عشان عندها ألم في ودنها، وكمان نصلي عشان جوزها الرب يكون بيفتح له باب رزق. تفضلي فادي. بسم الاب والاب والروح القدس الهنا الواحد امين. كن لي صخرة ملجا. اشكرك لانك ملجانا، نجاي انا واختي نحتمي فيك. اشفي كل الم، ومن فضلك يا رب احمي شعرها، احمي نفسيتها، شجعها قوه في داخلها. مكتوب شجعتني قوة في داخل، شجعها يا رب، شجعها، اسندها، خليها تتلامس مع ايدك، مع محبتك، مع حضورك ووجودك في حياتها. اشكرك لان اختي غالية على قلبك جدا جدا، خير ورحمة يتبعنها كل ايام الحياة زي ما وعدتها. بصلي من اجل جوزها يا رب، افتح أبواب الرزق، افتح أبواب الرزق يا من تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. افتح أبواب قدامه يا رب، افتح أبواب جديدة. اشكرك إنك تسدد كل احتياجاتهم بحسب غناك. اشكرك لأنك حاسس بيهم. اشكرك إنه من اليوم مكتوب كده قد أمر إلهك بعزك. تعال اليوم يا رب أؤمر بعز ولادك، أؤمر بعز في بيتهم، أؤمر بعز في حياتهم. ده أنت أبو العز كله، أبو الخير كله. أشكرك وأعظمك في اسم يسوع، بنرفع طلبتنا واثقين فيك. ليك كل المجد والغنى والكرامة مع شفاعة جميع مصاف قدسيك. أمين أمين أمين. سلوى تطلب صلاة من أجل ابنها فادي، عنده 27 سنة وخلص الجيش ورافض الشغل تماما. تفضلي نشأت. رافض الشغل؟ آه. مفيش أسباب؟ لا. أمين. أبونا السماوي أنت تعنا. نعم يا رب. وأنت اللي بتحفظ طريقنا. رب أنت اللي ترشدنا. رب أنا بصلي لك لأجل ابنك، يمكن أنا مش عارف إيه الأسباب، لكن أنت تنظر إليه. رب أنت تتكلم مع ابنك، وإذا كان جواه أسئلة، وإذا كان جواه متاعب، وإذا كان جواه خبرات سلبية أو خبرات فشل، وإذا كان جواه أفكار غريبة، كل هذه الأمور نضعها بين إيديك يا رب، كل هذه الاحتمالات نرفعها أمامك يا رب. إذا كان كسل ولا تراخي، رب اتمجد في حياة ابنك، وساعد الأم واديها أنها تكون قلبها مرفوع
بدي أنا تطلب منك وأنها تكون بتصلي لك وتكون تحمل ابنها في كل حين أمامك، أنت تساعده وتحميه من كل جهة وتحميه من كل أفكار غريبة وتحميه إذا كان العدو بيحاصره. في اسم المسيح يسوع، في اسم المسيح يسوع أنا بسلمك ابنك، دبر حياته كما يليك، سلمك مستقبله اللي جاي، سلمك كل ظروف يا رب اللي احنا يمكن ما نعرفهاش، لكن انت دريان بيه وعالم بحاله. فاستلم ابنك واستلم حياته واستلم كل ظروف المحيطة بيه في اسم يسوع المسيح، لكل الكرامة والمجد يا رب. آمين آمين آمين. الصلاة من أجل أم ناصري إن ربنا يسندها ويحل كل المشاكل. أختنا سامية من فريق الصلاة هتشاركنا الصلاة، تفضل يا سامية. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أشكرك يا رب وبارك اسمك وأعظمك، أشكرك لأنك دايما موجود جنبنا. بسأل يا رب كده إنك تكون مع أختي أم نصري ومع ابنها. بشكرك يا رب لأنه في كل حين وفي كل وقت تشوفك جنبها وتشوفك كده وإنت مسند يدها. أشكرك أشكرك لأنه إنت تكون دايما واقف جنبها، حاسة بيك، حاطط ماسك إليها. أشكرك يا رب لأن أنت قلت كده إنه الرب إلهك سائر أمامك لا يهملك ولا يتركك. أشكرك لأنه أنت تفتح قدام ابنها أبواب رزق جديدة وأبواب شغل. أشكرك لأنك تديله أفكار وتديله نعمة في عينين كل اللي يشوفه. أبارك اسمك لأنك دايما واقف جنبنا ولأنك حاسس بينا ولأنك في كل حين وفي كل وقت حاسس جدا بولادك. أشكرك لأنك قريب جدا، قريب أقرب من أي حد لنا. أشكرك لأنك في كل وقت في كل وقت حاسس بأم نصري وحاسس بابنها. أشكرك لأنك تعمل فيهم عمل عظيم. أشكرك لأنه أنت الإله القريب، الإله الحنين، الإله اللي دايما بيرتب الخير لنا. أيوة رب، عايزة أسأل فعلا إنهم يحسوا برعايتك ومعونتك ويحسوا رب بوجودك جنبهم في كل حين. أيوة رب، عايزة أسأل كده إنه بشفاعة العذراء وجميع مصاف القديسين تسمع وتستجيب لكل كلمة ولكل طلبة. أمين أمين أمين. بنت الرب طالبة صلاة من أجل أن ربنا يفرح قلبها بطفل، وصلاة من أجل شفاء زوجها تعبان نفسيا، وصلاة من أجل حل المشاكل بين العائلة وأن الكل يقربوا من ربنا. أمين أمين. طلبة غالية قوي أن الكل يقربوا من ربنا. تفضلي فاتن. بسم الإب والإبن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. أنت رجعنا يا رب، أنت رجعنا. حط كل طلبة غالية طلبتها أختي قدامك من فضلك يا رب. نحط أخونا زوجها بين إيديك، جدد الرجاء والأمل فيه على اسمك رجاء الأمم. من فضلك يا رب استلم نفسيته، المسه لمسة شفاء على كل المستويات. فرحهم يا رب بالذرية الصالحة، فرحهم بنسل قد باركه يا رب. حل المشاكل، أنت حل المشاكل، انت حاسس بيهم ودريان باللي بيعدوا فيه، انت عارفهم بالاسم بالاسم. اشكرك اشكرك انه لو نسيت الام الرضيع انت مش بتنسانا يا رب. حقق طلبتها واملها في انه الكل يجري عليك، الكل يقرب منك. اشكرك لانه انت اللي بتدور علينا وانت اللي بتقرب مننا. أشكرك إنها تتفاجئ إن أنت أقرب مما هي تتخيل أو تتصور. أشكرك إنك هتفاجئها بزيارات غالية، بزيارات نعمة، هتفاجئها بوجودك القريب قوي، أنت المحب الألصق من الأخ. أشكرك وأعظمك إنه فعلا يا رب أنت عن كل واحد منا لست ببعيد. قريب هو الرب للذين يدعونه، انت قريب قريب. فرح قلب اختي يا رب، زورها وفرح قلب جوزها يا رب، وافتح افتح زي ما فتحت رحم ساره ورفقه، وابعت يا رب نسل، بس نسل قد باركه يا رب.
نعظمك ونباركك لأنك بتسمع وبتستجيب، لأنك طيب وقريب ليك كل المجد. أمين أمين أمين. بنت الرب طلبصلة إن ربنا يشفيها، عندها كانسر. تفضلي نشأت. بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. جاي نصلي لك بوعدك اللي مكتوب هل يستحيل على الرب شيء؟ لا. جاي نصلي لك بكلامك غير مستطاع عند الناس لكن مستطاع عندك. نعم يا رب، مبارك اسمك. هل يستحيل على الرب شيء؟ احنا جايين لك ورافعين قلوبنا عليك واليك وعنينا يا رب مرفوعه، مش هنبص على الأرض ولا على الواقع، لأن عندك سلطان عظيم، ولأنه مكتوب عنك ليس لعظمتك استقصاء، ولأنه مكتوب عنك صانع الآيات والعجائب، ولأنه مكتوب عنك المحتاجون إلى الشفاء شفاهم، ولأنه مكتوب عنك ولما رأى الجموع تحنن عليهم وشفى مرضاهم، ولأنه مكتوب عنك كانت قوة تخرج منه لشفائهم، لأن مكتوب عنك بجلدته شفينا. أنت هو أمس واليوم لأبد متمسكين بيك في زماننا ده، متمسكين بيك في جيلنا ده، متمسكين بيك في الأيام دي، متمسكين بيك في الزمن ده يا رب. نقول لك أنت هو أمس واليوم لأبد، لا تتغير ولا تعرف ظل دوران. أنت عندك قوة للشفاء، فأنا بصلي لك وجاي لك مع كل أحبائنا اللي بيشوفونا، نتحد مع بعض لأجل أختنا، لأجل لمسة شفاء، لأجل قوة حياة، لأجل روح الذي أقام يسوع من الأموات يلمس بنتك ويقيمها من كل مرض. اسم يسوع المسيح عندك سلطان عظيم تلمس الداء وتلمس السرطان فبنتك تشفى. ليس لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمامك، لكن لأجل اسمك اللي دعي علينا، ولأجل صلاحك، ولأجل إبوتك، ولأجل دمك اللي سفك من أجل بنتك. إلمس وخلص وإنقذ ونجي في اسم يسوع المسيح حسب مشيئتك الصالحة وحسب مراحمك الغنية. نعم، ليس كخطايانا ولكن يا رب كرحمتك يا رب. مبارك اسمك. اسند بنتك بنعمة، اسند بنتك بقوة من عندك، اسند بنتك بقربك وحضورك، اسند بنتك بزيارة لقلبها تطرد منها كل مخاوف وكل تعب كل وهن، لكن يكون فيها قوتك. تكفيك نعمتي لأن قوتي في ضعفتك، نعمتك لقوتها ولمستك لشفائها في اسم يسوع المسيح. أمين 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 أمين. ممكن نتبارك بترنيمة وجدي؟ أمين أمين. عايز أقول له أنت سر الحياة. نعم. أنا بحبك يا رب. عايز أقول له أنت كل حياتي. عايز أقول له أنت اللحن اللي بغني. أنا بهيم فيك وفي حبك وفي عظمتك. أنت المحب الطيب. شكرا ليك يا رب. أنت اللحن اللي بغني هايم في كلامه معني، نبض في قلبي وعايش بيه، هفضل عمري الجاي احكي. انت اللحن اللي بغني هايم في كلامه معني، نبض في قلبي وعايش بيه، هفضل عمري الجاي احكي. انت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي هاتف بيه، شهوة قلبي وقلبي سمايا، لذة عمري وعمري دافيه. انت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي هاتف بيه،
شهوة قلبي وقلبي سمايا لذيت عمري وعمري ده فيه لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع لحن الألحان اسمك يا يسوع نغم الأنغام حبك يا يسوع رحلة حب بتاخدني إليه وافتر حالنا شاخص ليه عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وساكن فيه رحلة حب تاخدني إليه وافتر حالنا شاخص ليه عطش الروح بينادي عليه ساكن فيا وساكن فيه انسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته يملى كياني ده اللحن اللي انا عايش بيه انسى مكاني وانسى زماني وانسى الكل وافكر فيه واسمع صوته يملى كياني ده اللحن اللي انا عايش بيه لحن الالحان اسمك يا يسوع نغم الانغام حبك يا يسوع لحن الالحان اسمك يا يسوع نغم الانغام حبك يا يسوع امين امين لحن الالحان نغم الانغام بيعرف يزبي القلب بحبه. بنت الرب اسيوط اختها هتعمل عمليه في العمود الفقري بتطلب صلاه من اجلها. امل هتشاركنا الصلاه، اتفضلي امل. بسم الاب والابن والروح القدس الهنا واحد امين. يا رب بصلي مع اختي من اجل لمسه شفاء لاختها. اشكرك يا رب لان جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. يا رب جايين نلبسك بايماننا وبرجانا وبدموعنا وبكل تعب جوانا عشان ننال منك الشفاء. اشفي يا رب الجسد، اشفي النفس اللي تعبت، اشفي كل ألم. أشكرك يا رب إذا كان الألم شديد لكن أنت تستطيع يا رب أنه يهرب من أمامك الألم والتعب. تستطيع يا رب أنه تكون معاها وقت العملية، تكون إيدك رب مع الدكاترة، بتحط إيدك كده عليها بقوة وبسلطان وبمجد وتتعمل العملية ببراعة وبدون أي مضاعفات. أشكرك يا رب أنه مهما كان المرض شديد لكن إحنا واثقين في حنيتك، واثقين في إيدك يا رب البارعة اللي هتطبطب عليها وعلى جروحها وعلى ألمها وعلى تعبها. يا رب جايين نحط إيماننا كده جنب إيمان أختها ونقول لك يا رب زيد إيماننا كلنا يا رب إنك تستطيع، تستطيع يا رئيس الإيمان ومكمله يسوع، تستطيع ولا يعثر عليك أمر أبدا يا رب. أشكرك يا رب لأنك كانت قوة تخرج منك للشفاء، منتظرين يا رب هذه القوة للشفاء في اسم يسوع أمين أمين أمين. كنت عايز أقول تعليق بس بالنسبة للحالات اللي بتجينا والأمراض الكتيرة، وإحنا نتكلم عن اللص السارق النهاردة اللي سرق الإنسان اللي كان نازل في يعني مشهد في الكتاب المقدس لما رب المجد يسوع دخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب مواد الصرفة وكراسي باعة الحمام وقال لهم مكتوب بيت بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة نصوص. هنا مشهد كده في عدد 14 وبعد كده على طول بيقول إيه وتقدم إليه عبي وعرج في الهيكل فشفاهم. أنا يعني روح التأمل يعني يمكن أو الروح القدس يمكن سرد الموقف ده بعض إنه رب المجد لما دخل الهيكل طرد باعة الحمام وقال لهم بيت ده بيت صلاة وانتوا جعلتموه مغارة نصوص. وبعد كده لما في نفس الموقف لقى عمي وعرج في الهيكل شفاهم
راح مد ايده عشان يطرد اللصوص برضه. في لصوص سرقوا صحتنا، في لصوص سرقوا فرحتنا، في لصوص سرقوا عافيتنا، في لصوص سرقوا سلامنا وسرقوا حياتنا. وفي نفس كانه بيكمل بعد ما طرد اللصوص من الهيكل راح يطرد لصوص الصحه والقوه والعافيه من العمي والعرج والمرضى في الهيكل فشفاهم. غيرته هي هي على هيكله، غيرته عليا. النهارده يقدر يمد ايده يرد ليا كل اللي سرقه، ليا اللي سرقوا عدو الخير اللص السارق. جريمه، جريمه سرقه، جريمه احتيال. وكده يمد ايده ويقبض عليه النهارده ويخلص لينا منقذ. واحنا عنوان يمكن حلقتنا النهارده جريمه سطوه او جريمه سرقه وضرب مبرح، مين الجاني او مين المجني عليه ومين الايه المنقذ. ممكن يكون انا مجني عليا النهارده، لكن في اله منقذ ينزل سامي لصالح. امين 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 امين, أمين. ممكن تلبد صلاة لأخويا ومراته أن ربنا يكمل حملها على خير، لأن بقالهم سنين طويلة ما بيخلفوش، ويبعد عنهم أي شر وأي روح شريرة وأي حد عاوز يأذيهم، لأن في قرايب ليهم بيعملوا لهم أعمال سحر. وطلبة كمان أن ربنا يحسن الحال معاهم ويوسع رزقهم. تفضل. بسم الإب والإبن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. لا تخافوا، لا تخافوا، أشكرك لأنك بتطمننا. أشكرك. مد إيدك لبنتك يا رب، واحفظ الجنين، احفظ حملها، ارسل ملاك سلامة، ارسل ملاك سلامة، ورش دمك السمين يا رب يسوع عليهم، احميهم من كل شر وشبه شر، يعبر المهلك، يعبر في اسم المسيح يسوع. ولادك محميين في اسمك وفي دمك. اسم الرب برج حصين يدخل إليه الصديق ويتمنى ويحتمي. جايين نحتمي في اسمك يا رب، جاية بخبيهم فيك يا رب، احفظهم من كل شر وشبه شر في اسم المسيح يسوع وفي دمه. يا بابا الآب احمي ولادك في قبضتك ويمينك القوية العافية اللي لا يستطيع أحد أن يخطف منها أبدا. بخبيهم فيك، احميهم، احمي حياتهم، احمي علاقتهم ببعض، احمي البيبي، احمي البيت ده يا رب، احمي البيت ده في اسم المسيح يسوع. كمل ايامها على خير، قومها فرحانه بنسل صالح من ايدك. ليك كل المجد يا اله خلاصنا واله حمايتنا. اشكرك انه يكون فرح عظيم لاولادك يا رب، وابتهاج قلب وسرور. لا تخافوا، لا تخافوا، ليك كل المجد لأنك صالح ومحب البشر، لأن طلبتنا يا رب ليها استجابة عندك. في اسم يسوع ليك كل المجد. أمين أمين أمين. مدام سيدهم طلبة صلاة من أجل بنتها عندها حصاوي في الكلى، بتطلب صلاة من أجلها، وابنها واخد قرض من البنك ومتعثر في السداد، بتطلب صلاة من أجله. اتفضل يا نشأت. شكرك ونباركك، جاي لك يا رب واحنا بنقول لك ماسكين فيك، لا نطرح سكتنا أبدا. زي ما مكتوب كده، لا تطرحوا سكتكم التي لها مجازات عظيمة. نؤمن بيك رب، أنا بجاي لك من أجل بنتك، من أجل نهى، من أجل كل مشكلة، من أجل كل ضيق. يا رب رفع قلبي ليك وطالب يا رب إيدك، وطالب يا رب معونتك. بشكرك إنك أنت لينا حسن في الزمان الضيق. صالح هو الرب وهو يعرف المتوكلين عليه. بشكرك وبارك اسمك إنك أنت حسن لينا في الزمن الضيق يا رب. فاستلم بنتك يا رب، واستلم الكلى الحصاوي اللي موجوده فيها، مد يدك، ضع يدك على جسدها يا رب فتشفى فتبرى يا رب. نعم في اسمك المبارك، انت تريحها من كل جهه. نعم يا سيدنا، انا بسالك من اجل بنتك، لا تطرح سكتها ابدا، لكن اديها قلب مرفوع، ايدين مرفوعه تطلبك، ولا تكل ولا تمل، تهتم فيك وتنتظرك.
نعم طوبى لجميع منتظريه، طوبى لجميع منتظريه. انتظر الرب، انتظر الرب، لا تشدد ولا تشجع قلبك، وانتظر الرب. نعم يا سيدنا أشكرك أنك خروجه يقين كالفجر، أشكرك أنت شمس البر والشفاء في أجنحتها. أشرق على بنتك بشفائك، أشرق على بنتك بحياة، أشرق على بنتك بنورك. استلم في اسم يسوع المسيح. صلي لك من أجل القرض يا رب، أنت توفي وأنت تساعد وأنت تسدد وأنت تفتح الأبواب المغلقة وأنت تسند من نسند غيرك. في اسم يسوع المسيح ساعد ابنك يا رب واحميه. نعم يا رب دبر وابعت، أنت بتفتح الأبواب المغلقة. ثقتنا فيك لكل الكرامة والمجد يا سيدنا الرب. أمين 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 أمين. صلاة من أجل أم روماني وزوجها حلمي، ربنا يشفيهم من الأمراض. وصلاة من أجل أولادهم روماني وكرولوس، ربنا يفتح باب شغل ليهم. سامية هتشاركنا الصلاة، تفضل يا سامية. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب أشكرك وبارك اسمك لأنك أنت في قلبك إن احنا نكون دايما فرحانين ومشفيين. يا رب بسأل كده لأم روماني وجوزها حلمي إنه يكون كده يا رب ولادك بتمد ليهم إيد الشفاء. أسأل يا رب كده إنه أنت قلت ها أنا أضع عليهم رفادة وعلاجا وأشفيهم وأعلن لهم كثرة السلام والأمان. أي يا رب مد كده يد الشفاء ليهم، مد يا رب كده أمواج شفاء، أمواج شفاء كده تكون بتلمس أم روماني وجوزها. أي يا رب أشكرك وبارك اسمك لأنه أنت عاوز إنه إحنا نكون بصحة، أنت عاوز يا رب إنك نكون دايما مشفيين. أشكرك 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 وبارك اسمك يا رب لأنك قريب جدا، لأنه كده تكون بتخرج قوة منك وتلمسهم فيكونوا بيشفوا تماما. أشكرك يا رب من أجل الأبواب اللي تفتحها قدام ابنهم يا رب. أشكرك من أجل أنه يكون أبواب كتيرة بتتفتح. أشكرك من أجل النعمة الغنية اللي ترفعهم كلهم. أشكرك يا رب لأنه أنت تملأ إيدين ابنهم كده بالنجاح فيكون ناجح جدا، ويكون يا رب كده بيجد قوت وبيجد رزق. انت يا رب بتحب جدا انه يكونوا ولادك ناجحين، عشان كده يا رب انا بثق متأكدة انه الطلبة اللي في قلبهم تكون بإيمان وياخدوها. اشكرك يا رب وبارك اسمك لانك قريب، لانك تستجيب، لانك يا رب هتكون في كل وقت جنبه. أسأل كده بشفاعة العذراء وجميع مصاف قديسيك إنك تسمع وتستجيب للطلبة. أمين أمين أمين. رنا مساء الخير، ممكن صلاة من جيوش الصلاة من أجلي؟ أذكروني أنا محتاجة جدا صلاة. تفضلي يا ستي. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج. أشكرك إنك تكون عون لأختي رنا وبظل جناحيك تفرح وتبتهج. جعلها تطفو فرحا يا رب فوق كل مشاكل فوق كل تعب. أشكرك لأنك تشددها وتقويها، أما أمرتك تشدد تشجع. أشكرك لأنك ليها معين معين. أشكرك لأن أنت الفرحة اللي محدش يقدر يخطفها منها. مكتوب كده ان التلاميذ فرحوا اذ رأوا الرب، هي تفرح بيك. وانت كنت وعدهم اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. فرح قلب بنتك وارفع عينيها عليك. اشكرك 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 لاجل انها تبتهج وتفرح بإله خلاصها لكل مشكلة ولكل ضيقة. ليها حل عندك وليها خلاص عندك. أشكرك أنت الإله اللي ما بيقفش قدامه حاجة ولا بحر ولا مشكلة ولا حتى الموت. أعظمك وأباركك لكل مجد وغنى وكرامة. أمين أمين أمين. صلاة من أجل ماركو محسن، تعبان جدا يحتاج زرع نخاع، إن الرب يتنازل ويمد إيده له. تفضل يا مشهد.
بسم الله والابن الروح القدس لا واحد امين. جايين نباركك ونقول لك صالح والى الابد رحمتك. نعم صالح. نعم صالح. نعم هي رحمه جديده في كل يوم يا رب. هو مكتوب عنك احساناتك لن تزول. ومراحمك جديده في كل يوم. ولينا النهارده لابنك مارك مراحم جديده واحسانات جديده وجود وكرم من ايدك. عشمانين فيك جدا يا سيدنا الرب، عشمانين جدا فيك يا ابونا السماوي انك تتحنن على ابنك. لينا عشم كبير فيك يا رب في المرحله الجايه في وقت زرع النخاع والفتره الحرجه دي. اشكرك اشكرك، انت حنان وانت رحيم، انت تمد ايدك، انت تسيك حوالين ابنك، انت تحمله وترفعه، انت تجعل رجله كالعيائل بباركك. حسن في الزمان دي. نعم نؤكد كده يا رب انك انت حسن في الزمان دي. فساعد ابنك يا رب واسنده ومد يدك لشفائه. ساعد ابنك يا رب وكن معاه في طريقه. ساعد ابنك يا رب وكن معاه في الفترة دي في اسم المسيح يسوع. بشكرك انك عندك قوة للشفاء. بشكرك لأن مكتوب رحمة أرحمه، رحمة أرحمه يقول الرب. نعم بشكرك من أجل أنه ابنك في قلبك وفي فكرك. بشكرك لأن ابنك رب لا ينسى منك. نعم زي ما هو مكتوب صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك وقلت لنا كمان أسوارك دائما أمامي. بارك اسمك يا رب. اتعامل يا رب وتدخل يا رب واظهر ذاتك لابنك وافتح عيني على مراحمك واحساناتك. اديله رجاء ينتظرك وحدك. نعم نثق في مشيئتك وارادتك الصالحه ليه. لكل الكرامه والمجد يا رب. امين امين. بنت الرب اسكندريه تطلب صلاه ان الرب يحميها وقت الصلاه وقرايه الانجيل ووقت الترنيم لانها بتسرح وبتتشتت، وكمان بقى لها 10 سنين متزوجه وبدون اطفال، بتطلب صلاه لوالدتها لانها بتتنرفز وبتغضب، وبتطلب صلاه لاجل والدها واخواتها اللي يعرفوا الرب. دي طلبات كتير حته حته. يعني هي الاول عايزه انه الرب يكون وقت الصلاه والترنيم وكده ما تكونش بتسرح وتتشتت. في ايه بتقول كده؟ امين هو الرب الذي يثبتكم ويحفظكم من الشرير. أمين. فأمين ربنا يكون بيثبتها وبيحميها من أي خيالات للعدو أو تشتيت. أمين. في اسم الرب يسوع. أمين. وهي متجوزة بقالها 10 سنين وما عندهاش أطفال. أيوة. وعايزة نصلي لوالدها ووالدتها علشان يعرفوا ربنا والنرفزة والغضب. أوكي. يعني. أوكي. أمين. اتفضلي فيت. بسم الأب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. أشكرك لأنك غني وكل طلبة ليها استجابة عندك. أشكرك انك تثبت اختي وتديها كده وقت مشبع وملذ معاك فالعدو ما يلاقيش مكان. اشكرك اشكرك انك تديها كده يا رب جوع وعطش جوه قلبها لشخصك، تفرح وهي قاعده معاك، تتلذذ بكلمتك، ابدا ابليس ما يجي يسرق عينيها ولا افكارها. اشكرك لان ليها خوذة خلاص تحميها من التشتيت ومن هياج الأفكار حواليها. يا رب بنتك نفسها في طفل، اديها يا رب، اديها اديها فرح قلبها. أشكرك أشكرك لأنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. بشرها بفرحة يا رب تملى حياتها وقلبها. بحط أمي وأمها قدامك. اديني انا واختي وسع قلب يا رب، وسع قلب وحكمه في التعامل. ادينا نكون جوانا محبتك واحشائك خصوصا مع الناس الكبيره يا رب. اشكرك انه البيت كله يكون بيتمتع بعلاقه حلوه معاك، يتمتع بحلاوه العشره معاك. زمن افتقاد وزمن راحه وزمن فرح للكل يا رب. اشكرك إنه في محضرك بيهرب الحزن والتنهد. أشكرك إنك تفيض على البيت ده بأفراح يا رب. إدي إدي نعمة جديدة وإدي حياة جديدة. إنقل يا رب، إنقل الكل من سلطان الظلمة لملكوت ابن محبتك. ف
فالقلوب ترتاح وتفرح، ويبقى لينا أحشائك، ويبقى لينا سلامك. احنا لينا فيك كتير، عايزين ناخد كل اللي لينا فيك يا رب، كل اللي ليا فيك انا واختي بناتك، جايين ناخد من خيرك، جايين ناخد من خير ابونا. انت كلك خير، انت ابو الخير كله، انت الخير نفسه يا رب. نشكرك ان كل طلبه حتى اللي ما قالتهاش اختي انت عارفها وهتسددها، وهتقف يا رب كده في ظهرها حمايه وسند وملجا ومعين وفرحه ملهاش حدود. اعظمك واباركك، ليك كل المجد. امين امين امين. بشكركم جدا لان وقت حلقتنا انتهى. بشكرك يا فاتن، بشكرك يا وجدي، بشكرك يا نشأت. إلهنا الصالح السامري الصالح، واهب ليا كل شيء لراحتي لفرحتي لغناية، مش فاضل غير إني أكون بصدق وأروح وأحط حياتي بين إيديه علشان أكون باخد كل اللي ليا، لأنه كل ما لي هو ليا. ربنا معاكم.